السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. زوجي عنده 57 سنة، عنده كهرباء زيادة في مخه. الله يعافيه يا رب. اللهم آمين يا رب. المهم إن كل سنة بيصوم كويس. أيوه. استعد من أول رمضان أخذت الأعصاب كل شوية تجيله، جسده 3 مرات من أول رمضان. أيوه. أول بيصوم ونايم، دلوقتي جسده مرة في المسجد وقع، ومرة في الشقة وقع. وتعبان جدا. ما في مشكلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. يفطر ويعيد بعد ذلك إن استطاع. لا، من كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر.